لأن العيد السنة دي مختلف ومش هنقدر نتجمع زي كل عيد. خلينا نوحد دعواتنا وأمنيتنا للعيد السنة دي وندعي ربنا من القلب أن يجعله عيد سعيد على كل المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ أحبائنا ويرفع عنا البلاء ويرزقنا الدواء ويمن على الجميع بالشفاء. ارسلها لكل حبيب، صديق، أخ أو أخت، كل عزيز تتمنى تقوله ربنا يجمعنا دايما على خير وعيد سعيد.